صباح الخير عزيزي او مساء الخير ايا كان الوقت اللي قاعد تتابع فيه هذا الفيديو. تخيل من بين كل الافلام الجميله اللي نزلت سنه 2022 Triangle of Sadness, Everything Everywhere All at Once, The Banshees of Inisherin, The Fablemans, Tar, Elvis, Top Gun Maverick, Woman Talking, Avatar The Way of Water. من بين كل الافلام الحلوه دي واللي فاز بجائزه الاوسكار لافضل فيلم من بين كل هذه الافلام كان فيلم Everything Everywhere All at Once. بعدين تيجي تقول لي يا وجيه انت ليش ما تتابع الاوسكار يا وجيه؟ وجيه ايش بك ساحب على الاوسكار؟ اهو تفضل يعني تفضل اخوي علاء وياي انت تفضل. والمعلومة يا جماعة فيلم Everything Everywhere All At Once من الأفلام الجميلة جدا والرهيبة واللي استمتعت بمشاهدتها، بس ما أشوفه أوسكار أبدا صراحة. أوكي ينافس على الأوسكار بس إنه يفوز فيها ما أشوفه أبدا. يعني عن نفسي لو بعطي الأوسكار لفيلم هذه السنة بعطيه لفيلم The Fablemans، واحد من أروع وأجمل وأفضل أفلام السنة. فيلم حرك مشاعري، أخذني في رحلة ممتعة وشيقة، وأعطاني جانب درامي جريء وواقعي جدا، فضلا عن إنه الفيلم مستوحى من حياة المخرج الكبير سبيلبرغ. عموما يا جماعة الفيلم هذا هو الأوسكار بالنسبة لي هذه السنة، وأنصح كل شخص مهتم في مجال صناعة السينما والأفلام بشكل عام يتابع فيلم The Fablemans. غير كذا يا جماعة تخيلوا أنه فيلم Everything Everywhere All At Once، والله يا اسمه مرة طويل، فاز بسبعة جوائز أوسكار هذه السنة: أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل ممثلة، أفضل ممثلة مساعدة، أفضل ممثل مساعد، أفضل مونتاج. يا عمي كان تعطوهم كل الجوائز وما يحتاج حفلة السنة هذه، خلاص كنسلوا أم الحفلة، اعطوهم كل الجوائز وخلاص، خلوا الناس تقعد في بيوتها وتشوف حياتها. من جد والله ما استهبل، ايش هم السبهلة ذي؟ بعدين تيجي تقول لي يا وجيه ليش ما تتابع الأوسكار؟ عموما هو ام اي تو جادج؟ خلونا ما نضيع وقت اكثر من كذا ونخش على الفيديو. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. حياكم الله في سلسله شخبار هوليوود، السلسله اللي نناقش فيها اخبار الافلام والمسلسلات والانمي كذلك من مخرجين وكتاب وممثلين ومنتجين والى شباك التذاكر، وكمان نعطي في هذه السلسله توصيات لمسلسلات وافلام وانميات وغيرها. وكالعاده لازم اذكركم في كل مره لاني اخاف عليكم من الزهايمر وكذا، لايك للفيديو لو عجبكم بيكون حاجه مره ممتازه ودعم جميل للقناه، واشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وقناه تويتش وقناه الألعاب، كل هذه الحاجات برضو موجودين في صندوق الوصف. غير كذا عزيزي الوجيه اربط لحزامك ويلا بينا نروح نشوف شخبار هوليوود. ميشيل يوه يا جماعة تفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Everything Everywhere All At Once. أوكي مستحقة صراحة وأدائها رائع واستثنائي، ولكن لو عليا راح أعطي الأوسكار لكيت بلانشيت عن فيلم تار. حقيقي قدمت دور مرعب جدا واجتهدت علشان تتقنه. البنت تعلمت ألماني، تعلمت العزف على البيانو، تعلمت قيادة الأوركسترا، وقدمت أداء ما عليه أي غبار أبدا، وكان أداءها يستحق إنها تفوز بجائزة الأوسكار بدون شك. وبالمناسبة يا جماعة ترى فيلم تار مرة ممتاز لمحبي الأفلام الدرامية الهادئة واللي رتمها رايق وبطيء وواقعي، فضلا عن إنه الفيلم مقتبس من قصة حقيقية. فإذا يعجبكم هذا النوع من الأفلام لا يفوتكم. براندون فريزر يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم The Whale. يس اخيرا شيء كنت متوقع وحصل، راهنت انه بياخذ الاوسكار وبالفعل اخذها لانه يستاهل. براندون فريزر يا جماعه قدم دور فوق التصور صراحه، على قد ما كنت اسمع انه قدم اداء مره رهيب قبل نزول الفيلم الا اني ما كنت متوقع يكون بهذه الروعه والابداع ابدا. طبعا الفيلم كله على بعضه في غرفه واحده ودفعوا فيه حوالي 10 مليون دولار وجاب 30 مليون دولار، وغير انه شال كميه جوائز بالهبل في محافل ثانيه غير الاوسكار. فاذا تبغى تتابعه تابعه، بس اعمل حسابك الفيلم للكبار فقط، وكال عادة هوليوود حبت تمرر شوية أجندة، ولكن ما عليك منهم اسحب عليهم. وكمان معلومة إضافية، الفيلم بيجيب لك هم وتعاسة لمدة أسبوع كذا، يمكن تظل أسبوع كذا منفس، فإذا مالك في ذي الأفلام اسحب عليه أحسن. وفي الجانب الآخر من حفل الأوسكار توم هانكس يفوز بجائزة أسوأ ممثل مساعد عن دوره في فيلم ألفيس. أحا والله شوفوا يا جماعة هو دوره كريه صراحة وغثيث في الفيلم، بس ما أدري ليش أسوأ ممثل. لا وكمان أخذ جائزة أسوأ ممثل لأسوأ مجموعة أفلام لسنة 2022. أحا برو ماكس، إيه ما عادش بيقدروك يا توم هانكس، ما عادش بيحترموك يا توم هانكس. وبالمناسبة يا جماعة في فيلم لتوم هانكس اسمه أمان كولد أوتو، لا يفوتكم، حطوه عندكم في الليستة مرة رهيب. وكمان مرروا فيه شوية أجندة، ما في خلاص كل فيلم بنشوفه يا جماعة بعد كذا بتلاقوا فيه أجندة. نزلت الحلقة التاسعة والأخيرة من The Last of Us قبل كم يوم، وبكذا نكون ودعنا الموسم الأول من هذا المسلسل. والله شوفوا يا جماعة المسلسل بالرغم من إنه جاب أم العيد في كم حلقة إلا إنه ما زال متماسك جدا وقدم مستوى ما كنت متوقعه أبدا. أداء أسطوري، قصة رائعة، مؤثرات وسينماتوغرافي من أجمل ما يكون، حوارات شيقة وواقعية ما أقدر أوصفها صراحة. وهالشيء للأمانة ما هو غريب على HBO أبدا، وبيدرو باسكال وبيلا رمزي كمان ما قصروا وشالوا الليلة صراحة. عموما خلاص عزيزي الوجيه، خلاص يا عبدو
التجميع، تقدر الآن تروح تتابع الموسم الأول من The Last of Us كامل مكمل كده، 9 حلقات كاملة، كل حلقات الموسم الأول متاحة بين يديك. انجوي. وبالحديث عن The Last of Us يا جماعة، صرح صناع المسلسل ان الموسم الثاني راح يكون جدا ضخم، وقصة المسلسل بشكل عام جدا دسمة، وغالبا موسم ثاني وثالث ما راح يكون كفاية، فممكن نشوف عدة مواسم لهذا المسلسل على مدار السنوات القادمة. وبيني وبينكم يا جماعة، واضح فعلا انه القصة ابعد واعمق من كذا، فاذا بيحافظ المسلسل على مستواه ليش لا، موسمين 3 إلى 5 احسها منطقية مرة. فيلم كريد الجزء الثالث قدر انه يجمع اكثر من 180 مليون دولار في اسبوعين فقط، ياب اسبوعين بس 180 مليون دولار. فيلم رياضي ويجيب رقم كبير زي كذا، يوه هذا لا يحدث كل يوم يا جماعة. عموما الفيلم موجود في السينما مثل ما قلت لكم لو تحبوا تتابعوه يعني. وفيلم سكريم الجزء السادس، فيلم السلاشر الأشهر على الإطلاق، نزل في صالات السينما وبرضو تقدروا تتابعوه الآن، وقدر في أول أسبوع له بس يجمع حوالي 70 مليون دولار، علما أنه ميزانيته كم؟ بس 35 مليون دولار. I mean دايم. ومعلومة يا جماعة يمكن ما تعرفوها عني ويمكن ما تهمكم يعني، بس أحب أشاركها معاكم، ترى أنا ما أحب أفلام السلاشر كثير ولا أحب أفلام الرعب اللي من هذا النوع يعني، دائما أحاول أبعد عنها وأختارها بعناية قبل ما أتابعها، مو جوي يعني لا أكثر ولا أقل، مو بس ما تعجبني لأنها ما تعجبني، لا مو جوي، أو خلينا نصحح المعلومة ونقول نادرا ما تعجبني هذه النوعية من الأفلام. أوكي. صرح السينماتوغرافر الكبير روجر ديكنز وقال إن فيلم ذا باتمان لروبرت باتنسون كان مفروض يفوز ويترشح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل سينماتوغرافي على الأقل. نعم صحيح، أنا أتفق معه وبقوة، صراحة فيلم ذا باتمان يستاهل يترشح على الأقل لو ما فاز. ولكن السؤال الحين، هل دي سي اصلا رشحت فيلم ذا باتمان لجائزه افضل سينماتوغرافي ولا لا؟ لانه مش بس الاوسكار اللي مسؤول عن الترشيحات، دي سي لازم ترشح الفيلم من الاساس. ميلي بوبي براون يا جماعه تفجرها وتعلنها الشابه الصغيره، واضح انها طفشت، هي يا انها طفشت او انها شبعت، واحد من الاثنين. تخيلوا تقول خلاص كفايه سترينجر ثينجز، فيما معناها يعني، وصراحه شكرا لك يا شيخ، انا قلت نفس كلامك هذا بس من نهايه الموسم الثالث، من نهايه الموسم الثالث قلت كفايه سترينجر ثينجز، الفرق بيني وبينك ان انت قلتيها بعد 5 مواسم وانا قلت من 3 مواسم، بس ستيل ما قصرتي، كويس انك انفجرتي يعني. واليكم اعزائي المشاهدين قائمه اكثر الممثلين دخلا في سنه 2022 او السنه الماضيه، ما راح نقول كل الممثلين، راح ناخذ 5 منهم او توب 5 منهم. وين بنروح احنا كمان؟ حنقعد نشر التاريخ سنه 2022 كله؟ لا. في المركز الخامس يا جماعه ذا روك قدر يجمع خلال سنه 2022 20 مليون دولار امريكي، ياب 20 مليون دولار امريكي في سنه واحده قدر يجمع هذا روك. وفي المركز الرابع براد بيت وقدر يجمع خلال 2022 30 مليون دولار امريكي. وفي المركز الثالث ليوناردو دي كابريو وقدر انه يجمع خلال 2022 اكثر من 30 مليون دولار امريكي. وفي المركز الثاني ويل سميث وقدر انه يجمع خلال 2022 حوالي 35 مليون دولار امريكي. يعني تعطي كريس روك كف امام ملايين البشر وتاخذ الاوسكار وتجمع كمان 35 مليون دولار، I mean دايم، ايش قاعد تسوي يا ويل سميث؟ وفي المركز الاول النجم توم كروز اللي قدر يجمع خلال سنه 2022 اكثر من 100 مليون دولار امريكي، يتهنوا فيها كلهم بالعافيه عليهم ان شاء الله. قلنا لكم يا جماعه نفتح استديو، قلتم لا، طيب خلاص خلونا نمثل، شوفوا لنا طريق لهوليوود كذا نخش في عالم التمثيل، خلونا ناكل شويه من فتات الفطيره حق هوليوود ذا، ترى مليارات المبالغ جالسه تنصرف في هوليوود، اي واحد يقدر يحط رجله في هوليوود ترى بيشبع شيشبع، سيبوكم من الكبار ذولي، احنا جينا مليونين ثلاثه من وراها خير وبركة. عموما بالعافية عليهم والف مبروك والله يزيدهم من فضله ان شاء الله ويرزقنا معاهم كمان. شوفوا يا جماعة كلنا نحب هاوس اوف ذا دراجون وكلنا نحب ذا لاست اوف اس لانها كلها من انتاجات اتش بي او، كلها انتاجات جدا رهيبة بقصص مرة رائعة، بس احب اقول لكم انه ذا لاست اوف اس رسميا قدر انه يتجاوز مسلسل هاوس اوف ذا دراجون في اجمالي عدد المشاهدات. من جدك يا وجيه؟ ايوه من جد، اجل امزح صاحبك انا امون عليك عشان امزح معاك؟ لا لا والله امزح معاك، اكيد نمون على بعض عزيزي وجيه، لا تحط دسلايك تعود من ابليس. لا بس من جد يا جماعه الخبر حقيقي، ذا لاست اوف اس مشاهداته اعلى من هاوس اوف ذا دراجون، وترى الفرق بينهم مره بسيط حوالي 1 مليون مشاهدة فقط لا اكثر. فيلم كوكايين بير نزل بجودات عاليه وتقدرون تتابعونه في اي وقت حاليا ومن اي مكان، مع العلم انه الفيلم ترى لسه ما له شهر من يوم نزل في السينما. الفيلم للامانه ماخذ تقييمات ومراجعات مش بطاله وقدر انه يحقق ايرادات جدا عاليه مقارنه بميزانيته. الفيلم كلف 35 مليون دولار وقدر انه يجيب ارباح وصلت الى 66 مليون دولار. وقصه الفيلم عن دب بري يطيح له على شويه كوكايين، يب مخدرات والعياذ بالله، دب يتعاطى مخدرات بالغلط ويتحول الى شيء مرعب ويبدا يشق اللي ما ينشق،
اتوقع انه تحول مدمن وصار ايش يهاجم الناس علشان يبغى كوكايين. اتوقع كذا، انا ما شفت الفيلم صراحه. عموما الفيلم تصنيفه للكبار فقط، ويفترض انه مليان دمويه ومشاهد عنيفه، واخذ تقييم نهائي على موقع IMDb حوالي 6.5 من 10. فلكم الخيار، تبغوا تتابعوه ترونه متاح في كل مكان. فيلم شازام يا جماعه الجزء الثاني راح يكون متاح للمشاهده في صالات السينما ابتداء من يوم الخميس القادم، او بالتحديد ابتداء من يوم 17 مارس، علما انه هذا الفيلم واحد من اكثر الافلام المنتظره داخل عالم DC، وراح تظهر فيه شخصيه وندر ومن كمان. انا للامانه قرات بعض المراجعات الاوليه للفيلم، واحب اقول لكم انه جزء جيد من المراجعات كان يبشر بخير، ولكن قال لي حكيم ذات مره: لا تثق في التقييمات يا وجيه، احكم بنفسك افضل. وواحد من اجمل وارهب اخبار الاسبوع يا جماعه، ماثيو ماكونهي وودي هارلسون راح يجتمعون في مسلسل جديد على منصه ابل TV، وما راح يكون المسلسل تحقيق ولا جريمه ولا اكشن، انما راح يكون مسلسل كوميدي. واللي يمكن بعضكم ما يعرفه، الاثنين هذول يا جماعه بينهم صداقه قديمه وعيش وملح في الحياه الواقعيه، اصدقاء في الواقع مش بس في التمثيل. والمسلسل هذا راح يكون مشتق من صداقه هذول الاثنين وايش المغامرات اللي خاضوها مع بعض. لا، وكمان بيكون تصنيفه زي ما قلت لكم كوميديا. اذا هذا مش واحد من اهم المسلسلات المنتظره عندك عزيزي الوجيه، ما اعرف وش بيكون. طبعا لسه الموضوع بدري عليه، ولكن الخبر عمل ضجه وكان لابد اني اشاركه معاكم. يا عيال هذا ترنتينو يسوق امه والله. قبل فترة قال انه اخر عمل له بيكون مسلسل مكون من 8 حلقات، وقبل كم يوم طلع ترنتينو وقال اخر فيلم لي ببدا اصوره خلال هذه السنة، وكمان شغال على فيلم جديد لسلسلة كيل بيل. ويا انا مضيع ومش فاهم ايش قاعد يصير ومخربط، او انه ترنتينو جالس يطقطق علينا ويبغى يلحس مخنا، انا مش فاهم. انت حتعتزل ولا باقي؟ باقي لك 3 افلام ولا فيلم واحد ولا فيلم ومسلسل ولا ايش السالفة بالضبط؟ عموما ترنتينو يقول ان فيلمه الاخير راح يكون اسمه ذا موفي كريتيك، وراح يكون من بطولة نسائية، وراح تدور احداثه في فترة قديمة من الزمن. حلو عليك ترنتينو، احنا ايش ورانا؟ ننتظر فيلمك بفارغ الصبر كالعاد. ولكل عشاق سلسلة أفلام بلايد رانر الشهيرة، جزء جديد من هذه السلسلة قادم على منصة أمازون برايم، وراح يكون بعنوان بلايد رانر 2099، بمعنى إنه أحداثه راح تدور بعد أحداث آخر فيلم ب50 سنة. وسجل عندك يا عزيزي الوجيه خبر جديد يجيب أم العافية، وفي حال إنك ما تابعت هذه السلسلة وكنت تحب الخيال العلمي والديستوبيا، لازم تتابع سلسلة أفلام بلايد رانر كلها على بعضها، تقريبا بس 4 أفلام، والخامس جاي في الطريق، وكلها للأمانة من أروع ما يكون. يقول صناع سلسلة أفلام جون ويك الشهيرة إنهم راح يأخذون استراحة قبل ما يرجعون يكملون. وات؟ هم ناويين يكملون بعد الجزء الرابع كمان؟ ياب عزيزي الوجيه، ناويين يكملون بعد الجزء الرابع، ويمكن يكون في جزء خامس من جون ويك وسادس وسابع ويا عالم كم. ومثل ما أقول لكم دائما يا جماعة، ترى عادي خلاص، حلب الأفلام صار شيء قديم أصلا، شيء مستهلك يعني. عادي لما تشوف فيلم ناجح او سلسله ناجحه قاعده تنحلب، امر طبيعي، ما عاد يحتاج نقعد ننتقد ونسوي زعلانين. عادي عادي، اتس فاين اتس فاين. 6 اجزاء، 10 اجزاء، 20 جزء، اتس اوكي. وختاما يا جماعه، 4 اشهر تقريبا تفصلنا عن مشاهده الفيلم المنتظر للمخرج الاستثنائي والغير اعتيادي كريستوفر نولان، فيلم اوبنهايمر، واللي راح يحكي قصه الشخص اللي اخترع القنبله الذريه. ولكم ان تتخيلوا قد ايش راح تكون القصه مثيره للاهتمام لما يكون الفيلم عن شخص اخترع مصيبه وكارثه للعالم، وما زال اثرها وتهديدها موجود الى يومنا هذا. والأحلى من كذا يا جماعة، كمية الأسماء الكبيرة اللي راح تتواجد في الفيلم. كريستوفر نولان عبقري يا جماعة، مش بس في الكتابة والإخراج، إنما كمان في إنه قدر يصنع لنفسه اسم كبير في الساحة، وصار الكل يبغى يشتغل معاه من دون أي مفاوضات حتى، وكل شركات الإنتاج الآن مستعدة تستثمر في أفلام كريستوفر نولان من دون أي مشاكل. كل اللي نقدر نقوله في النهاية، يعطيك العافية يا عم نولان، وفي انتظار الفيلم على أحر من الجمر. بس والله يا جماعة، لهنا نكون وصلنا نهاية الفيديو. لايك الفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات. تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب والميمز والقناة الترفيهية بشكل عام. كل الأشياء هذه موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.